السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. في الحقيقة هذه الفيديو خارج عن السلسلة متاع الفيديوهات متاعنا، حيث اتصل بي كثير من الإخوة سواء على الفيسبوك أو في البالتورك أو عن طريق رسائل خاصة، طلبوا مني باش نعمل تعليق أو رد أو نقد على البرنامج الذي بث أخيرا في تونس في قناة الحوار التونسي، برنامج اللي اسمه لمن يجرع فقط لسمير الوافي. وقررت رغم اني ما نحبش ندخل في الرد والنقد وما نحبش ندخل في اللعب هذه يعني متاع ردودات، وانما اصرار كثير من الإخوة ان اعطي رأيي في هذا البرنامج وما حصل فيه واللي وقع ضجة كبيرة في تونس حوله. بالنسبة للأشخاص اللي ما تابعوش البرنامج وما يعرفوهش سواء من الدول العربية الأخرى، خاصة في دول الخليج أو المغرب أو تونس أو الجزائر، حطيت لهم الرابط متاع البرنامج الذي دام قرابة 3 ساعات، ويمكن أن يشاهدوه باش ينجموا يفهموا الفيديو هذه. في هذا البرنامج تم استضافة شخصيات تونسية، نجم نقولوا معناتها باحثة ومفكرة وغيرها، من أجل الحوار أو التناظر في مسألة من المسائل المهمة يعني بالنسبة للشعب التونسي. خاصة احنا نعرفوا ان تونس معناتها تقع في المرتبة نظن 4 أو 5 من الدول التي تستهلك الخمر، وكان الموضوع هل الخمر حلال أم حرام. قبل ما نجاوب على هذا السؤال معناتها من ناحية الإسلام ومن ناحية الشرع الإسلامي أو المذاهب الإسلامية، حبيت نبدأ ببعض الملاحظات. أول شيء يعني عندي 2 ملاحظات جدا مهمة. فكرة المناظرة أو النقاش من بين أطراف مختلفة في الإعلام التونسي أو على صفحات الجرائد هي فكرة جدا ممتازة، وهي نجم نقوله معناتها حالة صحية. علاش؟ على خاطر مع الأسف مع الأسف الشعوب متاعنا تجهل كثير من الأمور وعندهم نظرة أحادية، كل واحد يعرف كان المذهب متاعه الفكر متاعه وما عنده حتى معرفة بالطرف المقابل. لهذا معناتها الفكرة ممتازة، معناتها أرجو أن الإعلام التونسي سوى الكتابي سوى السمعي سوى البصري أن يشجع هذه الحوارات لكي المجتمع التونسي وحتى المجتمعات الأخرى فهمت اللي تتابع هذه البرنامج يعني تتثقف وتطلع على الآراء كلها وتستطيع أن يكون لها موقف ووجهة نظر. في الحقيقة أنا ديما نقول عندي قداش يعني أكثر من 10 سنين أن مشكلتنا في العالم العربي الإسلامي بين قوسين هي مشكلة معرفة، ما نعرفوش. الشعب بتاعنا مع الأسف يجهل كثير من الأمور ويتناقل معناتها مسألة الحلال والحرام وغيرها مسألة وراثية يعني كلامية، لم يطلع لا على المصادر الإسلامية ولا غيرها. ولهذا أنا ديما نقول راه الحل بالنسبة لنا هو الحرية الفكرية، ولهذا كنت أدعو وما زلت أدعو إلى حرب فكرية بين كل المدارس سواء كانت السياسية أو الدينية أو غيرها أو المذاهب أو حتى الأديان، فهمت؟ تكون على العلن، وخاصة الإعلام البصري الذي يتبعونه الكثير، وخاصة احنا نعرفوا اللي المجتمعات متاعنا مع الأسف ما تقراش ياسر. إذا يعني حاجة باهية أن نجيبوا أشخاص مختصين في مجالات معينة، حتى مجالات علمية، مجالات دينية، مجالات ثقافية، مجالات نفسية، ويتم حوار ونقاش مباشر يتبعوه الناس في عوض مثلا حاجات أخرى ما عندها حتى قيمة، اللي احنا نعرفوا اللي
تلفزيونات بصفة عامة بين قوسين العربية، يعني تحتوي على برامج فارغة لا تقدم المجتمعات متاعنا ولا تعلمهم شيء. إذن من ناحية الفكرة فهمت، في الحقيقة سعدت بها، يعني حاجة بالنسبة لي باهية ياسر، وأرجو أن تتواصل. هذه النقطة الأولى، يعني الفكرة جدا ممتازة. الحاجة الثانية اللي حبيت نعمل عليها الملاحظة هي لازمنا نتخلاو على فكرة أن زوز أشخاص عندهم فكر مختلف إنهم أعداء. احنا مع الأسف مرة أخرى في العالم العربي بين قوسين الإسلامي، وقتها زوز يتناقشوا كل واحد ياخذ الآخر عدو، يعني ديما النقاشات نتاعنا تتحول إلى عرك وإلى سب وإلى شتم وإلى استهزاء وإلى اتهام. كان الطبقة التي تسمي نفسها مثقفة والتي تسمي نفسها فاهمة تلجأ إلى هذه الأساليب، فما بالك ببقية الشعب؟ يعني كيفاش ينظر لكم الشعب؟ أنت تتصور عندما تهين الطرف المقابل أو تذله أو تسبه، يعني تتصور أنك يعني عملت حاجة باهية؟ بالعكس، هنا غرست الفكر فهمت متاع الإقصاء في الناس اللي يشوفوا فيك، وجعلت له مبرر حتى هو باش يعمل كطفل صغير، كامرأة، كأبو، كأخت، كأخو، باش يعمل كيفك للطرف المقابل. إذا أرجو أرجو أن يفهم المثقف، هو يعرف راه هذا الشيء، أما مع الأسف المثقفين ساعات ما ينتبهوش لياسر أشياء ويتعاملون على حسب عقلية المجتمع، يصور روحه يعني وقت يسب الطرف المقابل ولا وقتها يهينه أنه باش تكون عنده شعبية، يعني ما يسمى معناتها هو راجل وهو طلع يعرف يرد عليه وكل شيء. خطر احنا وقت نغزر النقاشات مع الأسف لا نشاهد الأفكار الذي يطرحها اللي يناقش، نشاهد معناتها انفعالات الطرف أو الشخص اللي شارك في النقاش. وقت يشوفه هكا يبدأ يتبهبر ويبدأ ينفخ في صدره ويبدأ يقوله في الكلام، معناتها الناس تولي مثلا تتبع فيه وتقول معناتها هاو يعرف يتحاور ويعرف، ما يغزروش للكلام اللي يقوله. اذا ارجو ان الحوارات نتاعنا راهي ماهيش خصام، ماهيش خصام وماهيش عرب وماهيش بغضاء وماهيش كره وماهيش تكفير وماهيش اي افكار هذه معناتها سلبيه. النقاش نتاعنا الهدف نتاعها الاول والاخير هو تعريف فكرتك، يعني انت كشخص عندك فكر، انك اتعرف الفكر وتنقد الطرف المقابل. عندك الحق باش تنقد الطرف المقابل، تقول للطرف المقابل انا لا اتفق معك في هذه الفكرة ولا اتفق معك في هذه الفكرة، اما انت حر في فكرتك وانا حر في فكرتي. يعني النقاش ما لازمش زاد يكون هدفه الاقناع، شكونك انت باش تقنع الطرف المقابل؟ حتى حد راه ينجم يقنع الاخر، الانسان كان لم يقتنع وحده فهمت حكاية فارغة، حكاية فارغة. إذا أنت تجي تعبر على فكرتك، تقدم الأدلة متاعك، تقدم معناتها الأفكار متاعك التسلسلية، وتنقد الفكر الآخر وتترك الآخر يقوم بنفس الشيء وهو التعارف. على خطر زاد عندنا مشكلة كبيرة أن نكره الآخر لأن نجهل طريقة تفكيره، مش على خطر هو يؤمن بالفكرة الفلانية. لو نتعرفوا على طريقة تفكير الطرف الآخر ونفهموا الطريقة التدريجية الذي أدت إلى أن يحكم على هذا الشيء بكذا وليس بكذا ويخالفنا الرأي، سوف تفهم اللي هو عنده نوعا ما حق في تفكيره وهو حر. إذن النقاش ليس خصام، ليس بغض، ليس كراهية، ليس إقناع الآخر وليس إقناع الجمهور. الجمهور ما هوش قاصر باش تحط نفسك انت عليه ولي، الجمهور يسمع هذا ويسمع هذا، وهو وحده كل انسان يقرر شنو الفكرة اللي تناسب الوعي بتاعه والتفكير بتاعه وشنو الفكرة اللي ما تناسبش تفكير ووعي. اذا هنا هذه مسألة معناتها مهمة، يكفينا من الخصام، يعني مش اي نقاش تتحول بنية وتتحول سب وتتحول شكل. هذه النقطة
الثانية اللي حبيت نقولها في هذه المسألة. هذا يعني بصفة عامة على الفكرة نتاع البرنامج وعلى طريقة إدارة الحوار. حاجة أخرى حبيت نقولهم باش تكون الأمور واضحة حول البرنامج بحد ذاته. في الحقيقة سمير الوافي معجبنيش في الأداء نتاعه. يمكن في 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 نفس البرنامج يعني لمن يجرى فقط كان معناتها يجيب أشخاص مثلا مواضيع اجتماعية وكل شيء يسمح لنفسه أن يخرج عن الموضوع وأن فهمت كما نقولوا احنا يفدلك ويضحك باش يعمل شوية جو. ولكن أنا رأيت أن هذا البرنامج اللي استدعى فيه معناتها شخصيات فكرية معناتها وأشخاص دكاترة وأساتذة جامعيين أنه يكون أكثر جدية. فهمت؟ يعني أنا نشوف اللي في البرنامج يعني سمير الوافي ضيع ياسر وقت وخرج ياسر على الموضوع. أول ما بدأ البرنامج قاعد يحكي لنا على شنو الشيف محمد الطالبي وتطلب قهوة في الكوليس وكيفاش حط ثلاثة طوابع وعلاش حط ثلاثة طوابع والفرق بيني وبينك 50 سنة. هذيك أمور ما تهمناش. يعني هو البرنامج دام 3 ساعات، يعني من المفروض في 3 ساعات نخرجوا باستنتاج، نخرجوا بفكرة. ولكن أنا مع الأسف 3 ساعات غزرت البرنامج ما خرجت بشيء، ما عندي حتى إجابة. يعني برنامج كان عبارة على برنامج شو، معناتها شو يعني عبارة على برنامج معناتها تهريجي من أجل الدعاية ومن أجل الاستفزاز أو أي شيء آخر. يعني تم الخروج، ما تو الموضوع واضح، هو هل الخمر حلال أم حرام في الإسلام؟ علاش تم الخروج على الموضوع عشرات المرات؟ مرة نمشوا للسياسة، مرة نمشوا للأشخاص، مرة هاو قهوتك تحط فيها 3 سكر، وهاو معناتها كيفاش حافظت على صحتك. هذيك الأمور ما تهمش الجمهور اللي يحب يتبع. من المفروض برنامج يثقفوا ويوعيه ويعرفوا. إذا هنا الأداء نتاع سمير الوافي، الأداء، لا أتكلم على سمير الوافي كشخص، أنا لا أتكلم على الأشخاص، الأشخاص ما يهمونيش. فهمت؟ اللي يهمني هو الفكر والطريقة والتصرف والأفعال، هذه هي اللي تهمني وهذه هي اللي ننقدها. الشخص بالنسبة لي، الإنسان يعتبر بالنسبة لي مقدس، وإنما ننقد الأفكار وننقد الأفعال والتصرفات، هذيك النجم عندنا الحق معناتها ننقدوها بكل حرية، ولا يعني أن نمس الأشخاص. هذه معناتها مسألة مهمة، أنه مع الأسف يمكن ساعتين ولا أكثر من البرنامج هو 3 سوايع في حكايات فارغة وخارجة عن الموضوع وليس لها أي علاقة بتحريم الخمر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأشخاص اللي تم استدعاهم للحوار لم يتم اختيارهم بدقة. طيب موضوع الحوار هو هل الخمر حلال أم حرام في الإسلام؟ يستدعاه في يوسف صديق. يوسف صديق هو معروف، معناتها نجم نقولوا فيلسوف، مفكر، إنسان يعني باحث في التاريخ ومدقق في التاريخ. يعني جايبوا البرنامج يتعلق بمسألة شرعية، هل الخمر حلال أم حرام؟ ما فهمتش علاش. ويوسف صديق نفسه انتبه عندما وصل إلى البلاتو أنه ليس في مكانه، وعادها وكررها في البرنامج، وقال راني أنا هوني مانيش في بلاستي. وفي الحقيقة عجبني التصرف بتاعه هذا، وبالفعل يوسف صديق ما كانش في بلاستو. يعني يوسف صديق يتم استدعاءه البرنامج يتكلم على التاريخ الإسلامي، على مسائل فكرية، مش في مسألة شرعية هل الخمر حلال أم حرام. هذه مسألة أولى. يعني معناتها يوسف صديق لم يكن في مكانه وهو قال. الشخص الثاني هو رضا بالحاج اللي هو من حزب التحرير. أنا لا أتكلم على الشخصة، يعني هذا الشخص
يعني مسؤول حزب سياسي اسلامي توجهاته اسلاميه عنده المعرفه نتاعو بالامور ما يسمى التشريعيه فيما يخص الدوله الاسلاميه، ونعرف احنا لحزب التحرير عنده وجهه نظر متكامله في اقامه الخلافه والدوله الاسلاميه. يعني جايبوا في حوار شرعي، يعني مسألة شرعية، علاش؟ يعني يجيبوا باش يحكي لك على الدولة الإسلامية، كيفاش يشوف الدولة الإسلامية، اسألوا على الأقل سؤالات تتعلق بوجهة نظره هو يعني أو الحزب متاعه في مسألة بيع الخمر واستهلاك الخمر في دولة الخلافة الإسلامية. أما الدخل في مسألة تشريعية ومسألة أحكام ماهوش مجاله، راهو ما فماش إنسان يعرف كل شيء، كلنا جهال في مجال معين. يعني ليس عيب أن أكون جاهل في مسألة معينة. يعني معناتها رضا بالحاج يعني باش تدخلوا في أمور الشرع والقرآن وتفسير القرآن واستنباط الأحكام وفي أمور يعني ماهيش اختصاصه. المشكل احنا المثقفين نتاعنا بصفة عامة، حتى المجتمع نتاعنا يحشموا ويستعاروا باش يقول انا ما نعرفش، راهو هذا المجال مش مجالي وراني جاهل، وليس بما فمش واحد يعني جاهل في كل شيء، اما جاهل في مسألة معينة. اذا رضا بالحاج ماهوش في محله باش يجي البلاتو يحكي على مسألة الخمر. المسألة الثالثة كما قلت هي مهمة، أن الموضوع الأساسي لم يتم الحديث فيه. محمد الطالبي قال إن الخمر حلال، ما طناش الأدلة متاعه الاستنتاجات متاعه على أي قواعد فهمت حكم على المسألة هذيك، ما أعطاناش المصادر التاريخية، يعني تكلم في الهامش، يعني جاب لنا حديث فهمت ورد عليه، يعني رد عليه الشيخ فريد الباجي بكل وضوح على ذاك الحديث، وهو حديث يعني معنى مانيش فاهم انا محمد الطالبي كيف يستدل بذلك الحديث وهو معناتها معروف ومذكور ومتواتر ومعروف شنو مقصود به، وعندما ترجع الكتب معناتها الحديث كلها ما عنده حتى علاقه بالخمر. يعني تجي معناتها تفهمه بطريقه اخرى وتلصق. وانا حقيقة الرد نتاع الشيخ فريد الباجي اكدت لي ان هذا الشخص يعني معناتها شعريه فيه، انا مانيش مسلم، اما هو معناتها كشيخ يمثل الاسلام اتكلم ورد عليه رد حاسم اقحم، يعني معناتها رد عليه رد كاسح. يعني هنا محمد طالبي يعني حط روحه في ورطة، ومنذ ذكر معناتها هذاك الحديث الحوار تقريبا انحرف عن الموضع نتاعو واصبح خارج الموضوع تحريم الخمر. المهم يعني انا تو نعاود نرجع للحديث هذاك، وهنا هذه غير مقدمه على خاطر ما نجمش يعني نعمل فيديو وحده على حول معناتها هذا البرنامج، يعني نقد هذا البرنامج، حبيت نعمل هذه المقدمه لكي معناتها من بعد نتبعوا بفيديوهات اخرى وننقد الحلقة كلها اللي دامت تقريبا 3 ساعات. ثم نقطة فهمت رابعة مهمة، يعني البعض يتساءل، يعني لاحظناها يعني في البرنامج، عندها نقطة مهمة رابعة لاحظناها في البرنامج، عندما دخل رضا بالحاج ما سلم على حد ومشى قعد في الكرسي نتاعو، وعندما دخل الشيخ فريد الباجي ما سلمش على حد وما سلمش على رضا بالحاج. يعني التوانسه يقولوا معناتها هذه اخلاق مسلم، يعني عالم دين كيما الشيخ فريد الباجي يعني ما يسلمش، بينما يوسف الصديق فمحمد الطالبي سلموا على بعضهم بالبوس والتعنيق وشنو احوالك ولاباس وفما حتى مشكله. في الحقيقه رضا بالحاج لم يسلم
على احد خل معناتها ليس صدفه لم يسلم على احد، لان رضا بالحاج يعني اللي هو معناتها ينتمي الى حزب التحرير يعني عنده معرفه بالاسلام وبالقواعد بتاعه انها لا يجوز بدء السلام بالكفر، حرام شرعا ان تبدا السلام على الكفر، وهو يعتبر اللي موجودين في البلاتو كلهم كفار، محمد الطالبي والصديق وحتى الشيخ فريد الباجي، لان يعتبره كما نقولوا احنا شيخ بلاط، جاء قعد على روحه كان متوتر وما كانش في صحنه وما قعدش ياسر ومشى على روحه، يعني حضوره ما كان عنده حتى قيمه، فهمت؟ غير عمل توتر وعمل شوشره في البرنامج بدون اضافه اي شيء، عصبيه ومنرفز وما خذته الحميه ويسمع في كلام محمد الطالبي اللي هو قد جده ومعناتها محمد الطالبي جات سمعوا كلام، يعني حكاية فارغة. أما بالنسبة للشيخ فريد الباجي نفس الشيء، الإسلام يحرم شرعا أن تبدأ السلام على الكافر، والإسلام يقول لك كان هو بدأ بالسلام رجع لي كما هو رجع لي، كما هو سلم عليك سلم عليه، قالك أهلا قل له أهلا، قالك السلام قل له السلام، فهمت؟ يعني حتى أن فما حادثة في عهد محمد كانوا اليهود يجوا يقول له سما عليك، فهمت؟ يعني سم على محمد يعني يقول له يصيبك السم، كان عليه يرد عليهم وعليكم. يعني الإسلام يعتبر أن المسلم على حق وأنه عزيز وانه حاجه معناتها كبيره جدا، ما يجيش يطيح قيمته ويطيح من المرتبه اللي حطه فيها الله ويبدا السلام على الكافر. اذا الشيخ فريد الباجي خاصه خاطر هو الشيخ، ما يهمنيش رضا بالحاج، هذيك معناتها يمكن معناتها حاجه اخرى مش علينا فيه، اما عدم السلام على من في البلاتو هي مسألة شرعية وهي مسألة إسلامية، هو طبق الشرع متاعو على شلمو فيه، طبق الشرع متاعو اللي يقول له ما تسلمش على الكافر. إذا هذه النقاط الأربعة. الآن نبدأ في الموضوع الذي مع الأسف لم يجاب عليه في البرنامج، ونترك المتابع للفيديو هذه أن يحكم بنفسه، والسؤال هل الخمر حرام أم حلال في الإسلام؟ في الحقيقة في الفيديو هذه مانيش باش نجاوب على هذا السؤال، وإنما باش نعمل مقدمة صغيرة استعدادا للفيديو القادم. لازم تكون الأمور واضحة. أول حاجة إن المذاهب الإسلامية السنية وحتى الشيعية هناك خلافا كبيرا في مسألة تحريم الخمر، موجود خلاف، يعني محمد الطالبي ما جابش حاجة جديدة والشيخ فريد الباجي ما جابش حاجة جديدة، يعني هذا النقاش وقع عنده ألف سنة وأكثر من ألف سنة وتم النقاش فيه، وهناك بعده تم تقسيم، يعني مسألة ما هيش معناتها حرام ولا حلال، لا، فما منهجية نتبعوها نوصلوا اللي هو حرام، وفما منهجية نتبعوها نوصلوا اللي هو حلال، وهذا لا يخص الخمر برك، ياسر حاجات في الإسلام، فهمت؟ كي نتبعوا منهجيه معينه نوصلوا الى حرمتها، كي نتبعوا منهجيه اخرى نوصلوا الى انها حلال او مباح. اذا هذا الخلاف موجود، ولكن اتفق جميع المذاهب السنيه والشيعيه على ان السكر حرام. اما من بعد درجه السكر واقل والخمر والنبيذ وغيرها، هذيك خلافات تو نحاولوا نفسروها في الفيديو القادم. ولهذا معناتها سوف اقول هذه الكلمه واختم، فهمت الموضوع؟ هو يجب التفريق من بين الخمر والنبيذ والسكر. السكر يشمل كل ما حاجه تسكر، سواء كانت خمر، سواء كانت نبيذ، سواء كانت ويسكي،
سواء كانت فودكا، كل أنواع المسكرات يطلق عليها مسكر. أما الخمر، فهمت؟ الخمر هو ما خمر وذهب في الفيل، خمر أو طبخ أو وضيف عليه أشياء، فهمت؟ يعني فكل ما هو يعني يذهب العقل هو جاي، الخمر جاي من الخمار يعني يغطي، فهمت؟ كل يعني كل ما هو يذهب العقل فهو يطلق عليه خمرا، يعني يخمر العقل ويحجب العقل. إذا نجم نقوله اللي كل خمر مسكر، فهمت؟ كل خمر مسكر، فمش خمر مش مسكر، خطر كان ماهوش مسكر بعدش اسمه خمر، نسميه خل، نسميه حاجة أخرى، فهمت؟ أما نسميهوش خمر. الخمر يجب أن يخمر العقل، يعني يغطي العقل. إذا هنا فما تشابه بين مسكر، مسكر نطرحها بصفة عامة. الخمر هو يعني عملية تقام على العنب أو على أشياء أخرى من أجل حتى طبخه من أجل أنه يصبح مسكر. أما النبيذ، النبيذ في الحقيقة الخلاف راه الموجود في المذاهب الإسلامية الكل هي النبيذ. شنو هو النبيذ؟ النبيذ هو ما ينبت في الماء وتتركه يعني حتى كما نقولوا احنا يتحلل، كما نشد العنب نحطه في الماء، ولا نشد التفاح، ولا نشد الزبيب، ولا نشد التمر، هنا وقت نحطه يولي كما العصير ويتخمر شويه، يعني كما يتخمر ما يوليش مسكر، اما كي تزيد تخليه ياسر يولي مسكر. كما اللادمي في تونس، اللادمي تنجم تشربه كي يبدا جديد، فهمت؟ ما يسكركش، ولكن وقت تزيد تخليه يتخمر مليح وتحطه في الشمس يتخمر ويولي مسكر. هنا اذا لازمنا نفرقوا بين زوز انواع من النبيذ، نبيذ اصبح خمرا ونبيذ لم يصبح خمرا، اي نبيذ اصبح يسكر ونبيذ لم يصبح بعد يسكر، يعني في مرحله بين بين، مازال ما يولاش يسكر. اذا هوني نفهموا يعني نفهموا المساله هذه اللي النبيذ فيه انواع، فما اللي يشبه شويه العصير ويطلق عليه نبيذ لانه ينبث في الماء، فهمت؟ لانه ينبث في الماء، بينما الخمر هو المسكر والنبيذ يمكن ان يصبح مسكر ويمكن ان يبقى نبيذ ولا يسكر. اذا هذه هي معناتها بصفه عامه التقديمة اللي حبيت نقدمها معناتها على مسألة معناتها الموضوع هذا، هل الخمر حرام أم حلال في الإسلام؟ ونحاولوا غدوة نعملوا فيديو معناتها يتبع الفيديو هذه باش نحاولوا نفسروا في الحقيقة، نحاول نكون سهل وبسيط باش الإنسان العادي نجم يفهم. لازمنا نبحثوا هذه المسألة من ثلاثة جوانب أساسية، هي المسألة التاريخية، المسألة التاريخية يعني الخمر قبل الإسلام في بداية الدعوة، بعد الدعوة في عصر الخلافة، وفي عصر معناتها كما نقولوا جميع الخلافات الإسلامية من الأمويين والعباسيين إلى العثمانيين، باش ناخذوا فكرة واقعية كيف تم تعامل المسلمين على معناتها على طوال التاريخ الإسلامي مع الخمر واقعيا وفعليا. هذه مسألة الأولى، يعني نبحث المسألة مسألة تاريخية، ثم مسألة ثانية نبحثها مسألة قرآنية، يعني القرآن كيفاش تسلسل وكيفاش شنو التفسيرات اللي ذكروهم العلماء سوى السنة سوى الشيعة في مسألة هذه الآيات وهذه التسلسلات، وما هو تفسيرها على حسب المصادر الإسلامية باش يطلع الإنسان العادي على رأي تقريبا كل الفقهاء. والمسألة الثالثة والمهمة المسألة التشريعية، يعني الشرع اعتماد هون على التصرفات بتاع الصحابة وتصرفات بتاع محمد وتصرف والأحاديث التي رويت بالمئات والتي هي معناتها صحيحة والتي تتكلم عن الخبر. إذا من هذه الثلاثة جوانب
ثلاثة نقاط نحاولوا في الفيديو القادم نجاوبوا عليها. ما نجمش نطول أكثر في الفيديو هذه، غدوة نكملوا الموضوع في هذه المسألة. وشكرا، ومع فيديو قادم، وبسلامة.